قبل 1300 عام، أي بعد وفاة نبينا بسبعين عام، كانت تعيش عائلة فقيرة في منزل متهدم قرب البصرة، تنتظر ولادة مولودها الجديد بفرح وشوق كبير. كان الظلام يعم المكان، ولم يكن بإمكانك رؤية السماء. كان الأب إسماعيل الفقير ينتظر مع بناته الثلاثة ولادة الطفل الرابع، وأمهم في الداخل تعاني من ألم المخاض. كانت أختهم على وشك أن تولد. استني برا، ضل شوي وتولد. شو صار؟ ما ولدت لسه؟ لا لسه. اجا اخونا يا بنات. صوت صبي، ما صوت ابني. ألف الحمد لله. جابت صبي ما؟ لا بنت. مو مشكلة، كله نعمة من الله. الله يبارك لك فيها. آمين. ألف حمد وشكر لك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. احملها وصلي على سيدنا محمد. شو رح تسميها للبنت؟ ناوي سميها رابعة. ليش رابعة؟ لأنه هي بتكون البنت الرابعة ببيتي. مع أنه كنت ناطر يجيني صبي، بس ربي بعت لي هالأمر. ماني زعلان بالمرة. كل شيء من الله منيح. ايش عم تحبها؟ اكيد رح يكون وشها خير علينا، ومنشان هيك انا رح سميها رابعه. رابعه طلعي انا هون. هاد رح يكون اسمك يا بنتي. هي بنتي رابعه. اسف يا قلب ابوكي، انت رابعه الروح. انت رح تكوني الخير لابوكي. شوفوا يا بنات، شوفوا اختكم الصغيره ما احلاها. انت اجيتي ونورتي بيتنا يا حبيبتي رابعه الحلوه. يا روحي. الأولاد ناموا جوعانين، لأيمت رح نضل على هالحالة؟ اصبري، الله كريم رح يرزقنا ويعيننا. زيت الفانوس رح يخلص إسماعيل. الله بعت لنا هالبنت، ومتأكد رح يبعت لنا الرزقة معها. بتمنى إن شاء الله يا رب يصير يلي قلته. إن شاء الله يا فاطمة، باليوم اللي ولدت فيه رابعة انكتب لنا الخير معه. أنا جوعانة ماما، بدي أكل. تعالي تعالي خليني رضعك، مع أنك رح تاخذي من حصة رابعة. مثل ما طعمتني رابعة، اطعمني رزقتها يا رب. ألف حمد وشكر. بشكرك يا رب، ألف حمد وشكر يا ربي. الحمد لله دائما. ألف حمد وشكر لك يا رب. شبك إسماعيل؟ بشكر الله. قلت لك يا مرتي
رابعة غير كل البنات. أنا شفت رؤيا، رح روح لعند الوالي، لازم روح، بدي بشره هالبشارة. هو حكى معي بالمنام يا أم رابعة، لازم قلن، خلي الكل يعرف. بابا لوين بدك؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات لا تنسى الاشتراك بقناتنا وتفعيل زر الجرس.